بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بالتهنئة والتبريك إلى أهلنا في محافظة نينوى في هذه المناسبة التي تخلصوا فيها من أقوى قوى الشر التي طغت على هذه المدينة، لا وهي داعش، بفضل وجهود القوات الأمنية اللي شاركت في التحرير، وأنا كنت أحد القادة المشاركين في تحرير نينوى وفي توطيد الأمن بعد تحرير نينوى. الحمد لله، هذا وسام شرف لي ولأهلي ولأبنائي أن أكون أحد المشاركين في أنبل وأشرف معركة عرفها التاريخ ضد الطغاة وضد خفافيش الظلام. أتمنى من الله عز وجل أن تدوم نعمة النصر وتدوم نعمة الأمان على أهلنا في محافظة نينوى، وأتمنى من إخواني في القوات المسلحة أن يكونوا أكثر تكاتف وتعاون من أجل تفويت الفرص على الإرهابيين وملف لفهم أن يعودوا ليعمل أي شيء إن شاء الله، وهذه المدينة تبقى محروسة وبأمان.